شباب، بعد ان كملنا الالكان والالكين والالكاين واخذنا مكس الالكين والالكاين واخذنا السايكلو الكان يعني السايكل كومباوند اخذناها، هسه نجي ناخذ باقي المجاميع الوظيفية. باقي المجاميع الوظيفية بدل ما اجاخذ يعني كل واحدة وحدها، سويت جدول لكم يشمل كل المجاميع الوظيفية بالكيمياء العضوية بشكل عام، كلها جمعتها بجدول مرتب. بهذا الجدول راح يختصر لكم هواي حكي، وراح يختصر لكم هواي مواضيع وملاحظات، حيث بهذا الجدول اللي سويته هذا جدول شامل جميع المجاميع الوظيفية اللي اخذناها واللي بعدها ما اخذناها واللي راح تاخذوها هاي السنة بالمستقبل وحتى بالدراسات العليا. بي هذا الجدول بي المجاميع الوظيفية كلها من الكاربوكسيليك أسيد، الإستر، أسيد هالايد، أمايد، نيترايل، ألديهايد، كيتون، ألكهول، ثايو ألكهول، أمين، ألكين، ألكاين، إستر، هالوجين، ألكان، كل المجاميع الوظيفية بيها، بيها المجاميع الوظيفية كلها وبيها الفورمة. وهاي المجاميع الوظيفية مرتبة حسب البريوريتي، يعني مرتبة حسب الأفضلية أو القطبية، مرتبة حسب الأفضلية من الأعلى من الأعلى أفضلية إلى الأدنى أفضلية. زين شنو هاي البريوريتي؟ هسه بعدين راح تتعرفون عليها. طبعا هاي البريوريتي جد أقولكم مهمة، هاي قليلة بحقها، جد أوصف لكم إنه هذا جدول مهم وراح تستفادون منه هاي السنة. أنا باعتبار يعني جاي أكذب عليكم صراحة، ما قد مهم. هذا الجدول هواي راح يختصر لكم الطريق هاي السنة إن شاء الله، وراح تشوفون المادة حصل لكم أسهل بهواي، وراح تلاحظون نفسكم أحسن من أقرانكم لأن بهواي معلومات، حيث إنه هاي المجاميع الوظيفية، هاي المجاميع الوظيفية راح تكون مرتبة حسب البريوريتي قلنا، حسب الأفضلية من الأعلى إلى الأدنى. هسه راح نعرف هذا الشيء شنو راح تستفاد من يمه. وطبعا بالجدول بخانة اسمها الفورمولا، هاي الفورمولا اللي هي الصيغة يعني الصيغة مال المجموعة الوظيفية، يعني شنو هي المجموعة، يعني شنو اللي يميز هاي المجموعة الوظيفية عن باقي المجاميع الوظيفية الثانية. احنا قبل شوية مو قلنا الألكين تميز الأصر المزدوجة والألكان الأصر الثلاثية والألكان الأصر المفردة، هسه الحامض الكربوكسيل شنو تميزه، الإستر شنو يميزه، الأمايد شنو يميزه، الآخر هي اللي هي الفورمولا. وعدكم البريفكس، شنو هاي البريفكس؟ يعني هاي المجموعة إذا أجدت على شكل substituted، شنو معنى substituted؟ يعني معناها إذا أجدت على شكل تفرع، يعني المجموعة الوظيفية، هاي المجموعة الوظيفية إذا أجدت على شكل تفرع شنو نسميها؟ نسميها حسب البريفكس. طبعا إذا أجدنا سلسلة هيدروكربونية وبها أكثر من مجموعة وظيفية بهذا الجدول صاحبة أقل بيروريتي، راح نختار راح نسميها حسب البريفكس. وصاحبت اعلى بيروريتي بالسلسله الهيدروكربونيه هي اللي راح نسمي السافكس بيها، يعني اللي راح ننهي بيها المركب، يعني نسميه بالاخير، يعني نقول كاربوكسي، يعني نقول مثلا ايثانويك اسيد هيك شيء. بس راح تعرفون شنو معنى هالحكي اللي جاي احكي من انطيكم امثله. اما السافكس اللي هو المائي يمثل لنا المقطع النهائي صاحب الاكثر بيروريتي بالسلسله، هسه البريفكس هو يمثل لنا اذا اجدت المجموعه الوظيفيه على شكل تفرع، يعني تفرع يعني اقل بيروريتي بالسلسله. المركبات الاقل بيروريتي يمثل لنا البريفكس، والاكثر بيروريتي هي السفكس. اما الاكزامبلز فتمثل لنا امثله توضيحيه على التسميه، وهاي الأمثلة التوضيحية لكل مجموعة وظيفية صيغتها الجزيئية والاسم العلمي حسب أيوباك. طبعا نبدأ الرقم بكل مجموعة وظيفية الفوق من المجموعة الوظيفية لكل وحدة وحسب البيروتي، يعني راح نبدأ رقمها حسب المجموعة الوظيفية، يعني يبدأ الترقيم حسب المجموعة الوظيفية اللي عندنا بالسلسلة مالت المركب العضوي ونسمي حسب التسمية سواء كان بريفكس أو سفكس. صاحبة أعلى بيروريتي نسمي بيها كسفكس، وصاحبة أقل بيروريتي نسميهن بريفكس. هسه راح أعطيكم أمثلة على هالحكي. هسه شباب نجي على آخر موضوع عندنا اللي هي النقطة السادسة.
راح تشملنا ميكس بين الألكان والألكين والألكاين بالإضافة إلى الفانكشنال جروب الأخرى اللي ذكرناها بالجدول. هسه إذا كان عندنا أكثر من مجموعة وظيفية شو نسوي؟ أول شي لازم نضبطين كل المجاميع اللي سبقت من الألكان والألكين والألكاين بالإضافة إلى حافظين الجدول تنازليا. نسمي ها وتعرفون جميع الملاحظات حول الجدول وطرق التسمية بهن. طبعا بالنسبة لطرق التسمية أحب أعطيكم مش كم ملاحظة عليها. أول شي تبعون على الستراكشر مات المركب اللي عندكم، تحددون المجاميع الوظيفية ترسمون تحوطوهن بدائرة، تبعون على أعلى مجموعة وظيفية عندكم يا هي مثلا عندكم مجموعة وظيفية حامض الكربوكسيلي سي دبل بوينت أو أوتش، هاي المجموعة الوظيفية، وعندكم مجموعة وظيفية ثانية اللي هي الكلور، مجموعة وظيفية ثالثة اللي هي الاستر سي دبل بوينت او او ار. طبعا هاي الار اللي موجوده بالجدول هات مثل مجموعه الكيل يعني سي اتش 3، ف هاي متواجده بالستراكشر هنا. يا هي اللي تعتبروها برفكس يا هي اللي تعتبروها سفكس. اول شي تخلون ببالكم انه صاحبة أعلى بريورتي هي السفكس. هنا احنا قلنا عندنا مجموعة كلور اللي هي هالوجين ومجموعة كاربوكسيل ومجموعة استر، اذا نخلي ببالنا الكاربوكسيل الكاربوكسيليك اسيد هي مجموعة السفكس، يعني اخر شي نسمي بيها. بالنسبة للبريفكس نسميها مات الاستر، مش نسميها نسميها الكوكسي كاربونيل، يعني نسميها مثل الكوكسي كاربونيل حسب درجة الالكان بالاضافه الى الكلورو اسميها يعني كتسميه ثانيه، واخير شيء اخير شيء اخلي حامض الكربوكسيلي كسفكس، يعني كلورو اسميه كلورو والاستر اسميه الكوكس كربوني، بس الكربوكسيليك اسيد اسميه اوك اسيد، يعني اقول مثل اقول ايثان اوك اسيد بروبان اوك اسيد هيك شيء. هاي معناها السفكس والبرفكس، يعني السفكس اعتبرها كاسم نهائي للمركب والبرفكس يعتبر كفرع. اما الخطوة الثالثة نسمى حسب القاعدة التالية اللي هي البرفكس اوف لوست بريوريتي فانكشنال جروبس، والنوع عبارها الكان والالكين والالكاين، والنوع عبارها السفكس اوف هايست بريوريتي فانكشنال جروبس. شو معنى هذا الشيء؟ اول شيء اسمي البرفكس يعني المقاطع الاولية لأقل تفرع عندنا أو لأقل فرع عندنا إن صاحب أقل أفضلية أقل بريورتي، والنوع برهج على الكان والكين والكاين ناب السفكس. هاي الصراحة شيء أنا أعطيكم أمثلة حتى توضح هاي الطريقة. نجي أول شيء على أول مثال، هذا عندنا المركب اللي صاير فوق بالصورة نباوع عليه، عندنا عندنا حلقة سداسية بها سلسلة هيدروكربونية، وهاي السلسلة اكو سي دبل بوينت او او اتش وبيها مجموعة او اتش بالحلقة، وبالحلقة ها شكو اكو مجموعة كربونيل. هنا عندنا كم مجموعة؟ هنا عندنا مجموعة كاربوكسيليك اسيد، وعندنا مجموعة هيدروكسيل، وعندنا مجموعة الكين اللي هي العصارة المزدوجة. فهنا أول شيء نبدأ نرقم من مجموعة الكاربوكسيل باعتبارها أعلى بريورتي، وبنفس الوقت نسميها نعتبرها كسفكس، يعني راح نسميها أخير شيء. فنبدأ نرقم نقول 1 2 3، وعند رقم 3 و4 وعند الرقم 4 نتوقف، لأن بالرقم عفواً 1 2 و3 عند رقم 3 نتوقف. ليش عند رقم 3 نتوقف؟ لأن جتنا حلقة. شنو هاي الحلقة؟ هاي الحلقة سداسية. اذا بالفرع 3 عندنا حلقة سداسية، هاي الحلقة السداسية شبيهة نبدأ نرقم من الجهة الأقرب للآصال المزدوجة مثل ما أخذنا بقواعد الألكين، فنقول 1 2 3 4. فهسه عندنا بالموقع 3 عندنا مجموعة الألكين، وعندنا بالموقع 5 مجموعة كلورو، وعندنا بالموقع 3 عندنا مجموعة هيدروكسيل. فهسه وعندنا قلنا بالموقع 1 هي مجموعة الكربوكسيليك أسيد،
فهسه عندنا نخلي ببالنا ان السلسله الهيدروكربونيه هي مجموعه بروبان، فنقول بروبانوك اسيد هاي بالاخير، هاي السفكس هاي اللي اقصده بالبيروريتي، لان احنا عندنا بالجدول صاحب اعلى بيروريتي هنا بهذا المركب هو الكربوكسيليك اسيد، فنسميه اخر شيء ونعتبره كسفكس نسميه، يعني نقول بروبانوك اسيد. اما الهيدروكسيل والكلورو هاي نسميها بريفكس. فهسه نقول رقم 3 شارحه، نفتح قوس، ليش نفتح قوس؟ لان احنا بدنا نسمي الحلقه اللي متواجده داخل السلسله، فنقول 5 كلورو نوبره 3 هيدروكسي، 3 هيدروكسي السايكل، ليش قلنا سايكلو؟ لان احنا قلنا قبل شويه بتسميه السايكلو كومباوند نخلي السايكلو قبل الكان او الالكين او الالكين، فنقول سايكلو هيكس هيكس 3 اين، ليش قلنا اي ان؟ عفوا ما غلطان ان، طبعا هاي الواي ال هنا انا غلطان، الواي ال هاي ما متواجد عندكم، امسوها سد القوس والنوع بره تقولون بروبانوك اسيد. نجي على التسميه الثانيه اللي هي عباره عن مركب مؤلف من حلقه وسلسله هيدروكربونيه، الحلقه بيها مجموعه كيتون اللي هي سي دبل بوينت او، والمجموعة الهيدروكربونية بيها مجموعتين من المثل. فهسه احنا حسب الجدول يا هي الاعلى بريوريتي مجموعة الالكيل الار لو مجموعة الكيتون، اكيد مجموعة الكيتون اعلى من الالكيل، فنبدأ الرقم من يمها، وبنفس الوقت نخلي ببالنا انه راح نسمي بيها اخر شيء. حلو، يعني نخلي ببالنا انه الحلقة هاي راح تكون كسفكس، اما السلسلة الهيدروكربونية راح تكون كبريفكس يعني كتفرع. فنرقم من السي دبل من 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 المجموعة الوظيفية اللي هي السي دبل بوينت او مالة الحلقة 1 2 3 4 5 6، والفرع مالتنا بالرقم 4، الفرع مالتنا هم لنا الرقم مثل قبل شوية، فنقول 1 2 3 وبرقم 3 4. هسه عندنا بالرقم 4 نقول 3 مثل بيوتل، ليش بيوتل؟ لان السلسله مكونه من اربع ذرات كربون، وعندنا بالرقم 3 هو فرع مثل، فنقول مثل بيوتل، هاي بالنسبه للتفرع. اما الحلقه هي السايكلو هكسانون، ليش هكسانون؟ لان عندنا كيتون، واحنا نعرف زين ليش سميناها حسب السفكس، لان هي اعلى بيروريتي من السلسله الهيدروكربونيه، لان الكيتون لو ترجعون على جدول هو اعلى بيروريتي، وانه بيجي برا ال مجموعه الالكيل ار. حاليا اخذنا مثاليا، نجي على المثال الاخير اللي هو عباره عن سلسله هيدروكربونيه متالفه من المجاميع الوظيفيه التاليه. ايش بيها المجاميع الوظيفيه؟ هسه نجي نشوفها، عندنا مجموعة هيدروكسيل، وعندنا مجموعة الكين، وعندنا مجموعة كيتون، وعندنا مجموعة الكين ثانية، وعندنا مجموعة هاي مو مجموعة كيتون، هاي مجموعة استر، ليش استر؟ لان سي دبل بوينت او، ولو تلاحظون اللي جوا مش موجود، موجود او وسطية، سي دبل بوينت او، فهاي مجموعة استر. شباب عندكم ملاحظة حلوة خلوها ببالكم، فقط في مجموعة الاستر، إذا تواجد مجموعة إستر سوف يقسم الاسم إلى قسمين أساسيين، اللي هي شنية؟ هنا بالإستر رح نقسم الاسم قسمين أساسيين، بس لحظة خليني أقرأ لكم الملاحظة. الإستر هنا لو تجون تشوفون ستراكتشر، لو نرجع يعني نحكي عليه، بتشوفون الأعلى بيروريتي هنا هو الإستر، لأن هنا عندكم الهيدروكسيل، وعندكم مجموعة الألكين، وعندكم مجموعة الإستر. فلو ترجعون على الجدول راح تشوفون انه الاستر اعلى بيروريتي من يمهن اثنيناتهن، وبالتالي الاستر هنا هو الاستر، راح نرقم من الكربونيل من مجموعة الكربونيل، راح نرقم اللي هي مجموعة السي دبل بوينت او، طبعا مجموعة السي دبل بوينت او يسمونها مجموعة الكربونيل، خلوها ببالكم، فنبدأ الرقم من هاي المجموعة، وفقط في تسمية الاستر راح ينقسم الاسم الى قسمين، قسم مجموعة الالكيل
راح يتخلى اول شيء اللي صاير بعد الاكسجين، هذا اسمه الالكيل، اللي يصير برا الاكسجين هذا اسمه الكيل، هذا اللي صاير عليكم اليمنى. اما اللي والمقطع ات مال الاستر الاعتياد يسمون الكل الكانوايتس، الكل الكانوايتس يعني شنو معناها؟ تبعون اول شيء على مجموعه الالكيل اللي صايره، وين صايره؟ اللي صايره بعد ذره الاكسجين من مجموعه الالكيل من مجموعه الاستر. والنوع بعدها تسمون مجموعه الالكانوايت اللي تشمل لنا السلسله الهيدروكربوني اللي صايره من مجموعه الكربوني سي دبل بوينت او فما فوق. هي هاي ملخص الحكي. فهسه نبدا نسمي عندكم مجموعه الاستر، نباوع على مجموعه الالكيل اللي صايره برا الاكسجين عندنا بيها عصره مزدوجه. نخلي بالكم هنا نقول الكينيل مو الكيل، الكينيل. فنقول واحد واثنين فنعطيها اقل رقم اللي هي رقم واحد. هنا رقم واحد تردون تكتبونه بالتسميه، تردون ما تكتبونه هو يعتبر صح التسميه مالتكم. فهنا نقول ايثينيل. ليش قلنا ايثينيل؟ طبعا هي اول شيء ايث ضافوها اين لان هو الكين، ايل واي ال هاي مالت الالكيل. فنقول ايثينيل ايثينين اثينيل. والنوع بعدها نجي على السلسلة الهيدروكربونية اللي هي متألفة من خمس ذرات كربون بيها مجموعة هيدروكسيل وبيها مجموعة الكين وبيها مجموعة مثل. عندنا أول شيء مجموعة الهيدروكسي أعلى بيرورتي من مجموعة الالكيل، فنقول ثلاثة هيدروكسي أربعة مثل، أربعة مثل بنت تو إيناويت. زين هنا ليش قلنا الهيدروكسي انه قلنا برا المثل؟ لان بالجدول عندنا الهيدروكس اعلى بيروريتي من المثل. وبهاي الطريقه كملنا كل التسميات وختمنا تسميه ايوباك. وبعد ان شاء الله اي تسميه تجيكم بالكيمياء العضويه راح تكون عليكم كلش بسيطه وسهله، وراح تعرفون تسموها اي مركب ايش قد يكون، راح يكون كبرى او حجمه كبير راح تقدرون انتم تسمونه باذن الله.